الاكلات اخرى اكله شعبيه وتيجيو الناس من بعاد ومعروفه في سلا في مدينه سلا وتيجيو الناس من بعاد والثمن مناسب ورخيصه. جيت اليوم باش ناخذ الطراقد، هي اكله مشهوره عندنا هنا في سلا وكاينين الناس اللي كيصايبوها تبارك الله بروفيسيونيل، وعندنا اقبال هنايا في سلا، الناس ياكلوها بزاف والشباب عزيز عليهم. هذه اكله ديال الطراقد معروفه في سلا، اكبر مدينه اللي معروفه بها هي سلا، وعامة مدينة مدن اخرين كالرباط كنيطرة مازال كازا شوية، الناس من كازا كيجيو كيقول لك اودي هذه ما عرفناهاش كاع، أول مرة شفناها، ولكن بالنسبة للسلا معروفة بأكلة ديال الطراقد، أكلة شعبية الطراقد، كلشي كياكلها يعني الصغير وكبير اللي عنده اللي ما عندوش، كيجي بنادم كاين اللي عنده اللي ما عندوش وكاين اللي كيديها مع الدار وكاين كيجي عائلة كاين الناس كياكلوها، يعني كيجي بنادم كياكل زليفة ديال الطراقد أو ديال الباربا ولا الدنجال ولا كتسمى الطراقد. هنا معروفة بالطراقد اللي قلت لي الطراقد شنو يقول لك، كاين اللي كيقول لي الرويزة، سلا اللي قلت لي الرويزة يقول لي الطراقد، كاين اللي ما عارفاش وكاين سلاويين يقول له الرويزة يكون عارفة، طاطا والباربا معروفة في سلا، كتعجب الناس يعني كتعجب الصغير والكبير، بالنسبة للناس كتعجب الناس كتعجب الصغار والكبار، الناس كبار مسنين ولا الصغار كلشي، النساء والرجال كلشي، في الصيف في الشتاء في أي وقت الناس كتاكل الطراقد، طاطا وهذا الشيء معروف الطراقد والرويزة في سلا في أي وقت. في أي وقت في العام. كنهضروا على التراقد اللي عندها واحد التاريخ عريق بالنسبة لمدينة سلا، وكتباع بالخصوص عند الناس اللي كيهتموا بهذا المجال وخاصة بائعي الزيتون، واللي ولا العدد ديالهم منتشر بكثرة في المدينة ديال سلا، نظرا لأنها من الأماكن اللي كيدوزوا عليها بزاف ديال الناس، واللي بإمكانهم أنهم ياخذوها كأكلات خفيفة وسريعة بأثمنة مناسبة، وكذلك ما فيهاش مضرة وفيها كذلك اهتمام بالجانب التاريخي ديال المدينة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.